بيوتي باي ليلى عبيد. اليوم الموضوع بلشناه كنا نهار ثلاثة وشفنا انه بتقاسيم الوجه في عندها قياسات معينة ممكن تكون عم بتفيدنا، وإذا مش موجودة هالقياسات ممكن نكون عم نوجدها إن كان بالميك أب أو بأي طرق تانية ممكن نكون عم نعملها. أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. كثير حبيت ألوانك اليوم. ميرسي. الأسود والأبيض are your colors. بالواقع كاتيا نحن ابتدينا نحكي عن الجولدن رول، ولكن مع الجولدن رول في بوينتس، وهالبوينتس يلي هي اساسيه بتتوزع على الوجه ولها مقاساتها. والجولدن رول مش بس الجولدن رول يلي اخذوه للوجوه، الجولدن رول استخدم بالاركيتكتشر. رح نشوف بعد شوي بالصور كيف حتى ليوناردو دافنشي شو اخذ بمقاساته حتى بالجسم لما اختار ذكرة الإنسان، ما بين أنه تكون الانطلاق منا لمنشوف هون إذا عم تلاحظي وصولاً للهيد قديش أخذ أول بروبورشن هالجزء يلي منلاحظ من البوينت الذكرى اللي عم نشوفها لحدود الفيت لحدود الاجرين، وهيدي لاحقا شفناها بالاركيتكتشر بالتمبلز يلي استخدموها المهندسين المعماريين منلاحظها هون، والفنانين منلاحظ انه ضلت هي ذاتها. يعني الجولدن رول موجود بكل حياتنا مش بس على الوجوه، وهو اللي بيعطي نظرة جمالية. مش هيك لما انت بتلبسي بتعتني بالتات بتقولي الابال، ومن هونيك بتبلشي تضعفي، يعني بتعطي العظمة لللوك لهيدا البارت وبترجعي منه بتنتقلي للجسم. خلينا ناخذ الوجه اليوم بدراستنا. منشان هيك التياب ما لازم يكونوا اكلين الشخص، لازم صحيح. يكونوا مكملين له. صحيح. ومشان هيك الانسان بنقول ابل تو بير بجسمنا، يعني لازم نضعف الجسم لكن بالتيب فينا نعطي الفوليوم من فوق. بداية كان اختار الوان مثل الالوان اللي اخترتيها انت اليوم. ثانك يو. حتى لي تعمل تشع. هون ثانك يو كاتيا. هون عم نشوف شو هن ثلاث اتليت. بثلاث اتليت يلي نحن بدنا ندرسها، هيدي بتساعدنا بالمكياج، كيف نرتب حواجبنا، كيف نرسم تمنا. التلات أتليت يعني لازم يكون في أول تلت مثل ما حكينا بالحلقة الماضية من منبت الشعر للبوينت أوف انترسكشن، منشوفها هون عند الحاجب أول النوز، مطرح ما عم تشوف أول الزيح، ومن هالنقطة لحدية التيب أوف ذا نوز لازم تكون قد من أول الجبين. أنا ركزت اليوم على هاي البوينت، ومنها لحدية البوينت يلي هي عند التشن، اخر التشن لازم يكونوا قد بعضهم. لحتى يكونوا قد بعضهم بده يكون في رسمه خاصه بنشوفها بالصوره الثانيه كيف البوينتس بيتوزعوا. لاحظي كاتيا بتشوفي البوينتس عند الحاجب وين الارك لازم يكون، البوينتس يلي اخر الحاجب وين لازم يكون طوله، وبذات الوقت المعالم يلي عم تتوزع ما بين الانف والفم وما بين المقيس من اول الاذن لاخرها ومن اول الانف لاخره. البروبورشنز بتقول العالميه وعبر الهيستوري انه لازم يكون قياس الاذن قد قياس الانف، يعني ما نركض نصغر كثير انفنا بالعمليات الجراحيه لما بيكون الاذن ما عندها زيت البروبورشن، او بدنا نلجا لضب الاذن بعمليه جراحيه، واذا كانت الاذن قياسها مضبوط بده يضل طول الانف عنده هالبروبورشن اللي كثير هي اساسيه، واذا مش موجوده وما بدي اعمل جراحه للانف بعمل بالكونتورنج اللي انا بسعى عليه بالميك اب، باخذ فرشيه كثير رفيعه وبضعف لبين اطول، واذا كانت التب كثير اطول من الديني بضيق بالغامق عند الانف. هون عم نشوف هيدا المعطيات يلي حكينا عنها. لحظه، قياس الاذن مع قياس الانف، وهيدا الريشو العالمي مش بس بياخدوه النحاتين، مش بس الناس صارت معوده انه تشوفه بطريقه كثير طبيعيه، ولكن هو اساسي لحتى ننتبه. حتى باللونج ايرينجز في ناس ما بتعرف شو بيلبق لها حسب حجم وجهها، مشان هيك وجب الانتباه لهالاشياء لانه هيدي تبعا لطول العنق
الاشياء اللي لبسينها على الكتاف، لما نكون لبسين كتاف عالي قبه عاليه ما فينا انه يكون في عنا حلق كتير طوال او كتير كبار. هيدي امور حتى نحن عم نتعاطى فيها لحتى نوصل لاشياء. وانا هون اخترت وجوه عالميين عم حط البوينتس عليهم يلي يعتبروا من اجمل الوجوه. هون بنشوف انجلينا جولي، نحن بنقول انه شي از ذا موست بيوتيفول. بالجولدن ريشو اخذت رقم 7 لما اشتغلت الجولدن ريشو عليها، ما طلعت نمبر 1. اللي طلعت نمبر 1 بهالمعطيات اوف بون ستراكشر طلعت جوال بحلو. وهلا بختام الحلقه انا اخترت جوال بحلو لحتى نكون لما عم نحكي عم نشوفها هون، هيدا البروبورشنز الموجوده بوجهها، الجو لاين يلي كثير كثير محفور وكانه نحات رسمها، وبذات الوقت البون ستراكشر كثير قوي. وهيدا من معالم الجميل يلي من الصعب الناس تركز عليها وما بتعرف ليه وجه جوال بحلو قدر يحقق هالحضور عالميا. هو وجه لبناني ولكن عالمي لأنه البون ستراكتشر عنده كتير قوية، ورح نرجع نعلق عليه. بالجولدن رول 91.28 or 26 as I remember من العلامات الكتير عالية يلا بنكون عم نحكي عن الأجمل وجوه، لأنه بتلاحظي الوجه أوفل وهيدا الوجه الأوفل عنده جميل الخاص لما بنكون عم نحكي عن البون ستراكتشر القوي، عم نكون عم نحكي عن الدقن. لأنه لاحظنا بالحلقة الماضية كاتيا كان كتير الحديث عن الدقن، وكانت عم ياخذوا العلامات العالية على دقنهم، يعني قديه مهم نكون نحن عم نفكر بهالتقاسيم انه نشتغل عليها لما بنكون عم نلبس كورولي او كولهو او عم نكشف بطريقة لبسنا لحتى يبين هالتقاسيم. هون بنشوف قديش الجولدن رول هون إذا أخذنا هالستراكتشر على الحاجب، كتار بيجوا لحتى عملهم تاتواج بتختار أنه تقرب حاجبها كتير أو تبعده. لاحظي هون الخطأ، أنا حطيت القياس الخاطئ. شوفي حاجبها قديش بعيد من أول عينة إذا لاحظتي. آخر الحاجب عم يجي مع أعلى سنتي من الأنف. هو لازم وين آخر بوينت باليلو هونيك لازم يوصل الزيح، وبتشوفي she's one of the most beautiful celebs. منكمل نشوف من بعد ما شفنا هالصور الخاصة بليوناردو، خلينا نتابع ونشوف شو صار بهالسلابس وين نحنا منقدر نشوف حالنا بالبوينتس الجمالية يلي هي تلت أتليت يلي بتساعد كتير انه نقدر أن نتعرف على الجماليات الخاصة إضافة للجولدن رول. عم نكمل هلا ولا عم نشوف، يعني بفتكر إنه شي هاز ريلي ذا موست بيوتيفول الهندي صحيح، أو شي هاز ذا موست بيوتيفول وايد آيز. بنشوف حجم الفم قد ايه جماله حلو كتير، وقد ايه عندها بحاجبها صح ما في كتير رسمة كتير محددة، بس ليكي أول الحاجب مثل ما كنت عم أقول هيدي البوينت يلي هي in parallel مع أول العين يلي هي كتير أساسية. حتى إن ميك اب ما منعود نغمقها كتير من قدام، لما بيكون العين واسعة منبلش نقويها بطرف العين. وهير ميك اب is really ideal والألوان كتير ideal محافظة على الستركتشر الخاص بالوجه. أنجلينا أنجلينا يعني شو ما عمر قلنا صغير، بس عمر صغير ولكن شو ما قلنا شي ستيل هاز عندها شارم، يعني عندها شارم بغض النظر عن المقاسات. عندها يمكن فينا نقول انه هيدا كل المقاسات ما بيمنع انها تضلها من اجمل الوجوه. عندها بيرفكت سيمتري ولكن ات ذا سيم تايم عندها ناتشرال سيمتري. اذا بتطلع فيها هيدا اليونيك بجمالها، هيدا اليونيك الموجود بجوال بحلو انه ناتشرال سيمتري، مش انه السيمتري اللي كثير مدروسه، مش مطلوب السيمتري اللي كثير مرسومه وعزيح، بس لكن تكون ناتشرال وتحقق هال العلامات العاليه.
بنرجع بنشوف حقيقه كاثرين زيتا جونز كم ان عندها ناتشرال سيمتري، ولكن في عندها سبيسيفيك بوينتس طلع فيها بتلاحظي انه وجهها ناعم، ولكن هالوجه هيدا عنده اتراكشن، النعومه فيه عندها اتراكشن، والكل الباراميترز دي كوينسايد عندها، يعني ظابطين وما في شيء انك تقولي يا ريت خدها اعلى او اوطى، ولكن ما عندها سترونج تشن، بس يت عندها بيوتيفول اوفل شيبد فيس. تشارليز يا شي از ريلي بيوتيفول ايكون من كسلاب، وبذات الوقت بتشوفي انه الجولدن ريشو بيلبق مع الجولدن لوك تبعها. شي از اي جولدن وومن، يعني ما فيك تغيري انها ما تكون جولدن، عندها حقيقه لوك كثير بيقدر يساعدها بالوانها، واذا غيرتي الوانها بتروح كل هالهيله اللي بتشوفيها فيها. هلا هون الميك اب لعب دور كثير، لعب دور لون شعرها، لعب دور بذات الوقت الستركتشر الوجه له دخل كثير انك تحافظي عليه، لون عينيها، وشي از ريلي بيوتي بكل معنى الكلمه بمقاساتها الطبيعيه، وانا مشان هيك اخذت المقاسات الطبيعيه اليوم للناتشرال لوك، مش مثل ما عملنا بالحلقه الماضيه يلي كثير جيومتريكال ماثماتيكال. كمان بعد عنا صور ديبيكا ديبيكا. شوفي بتلاحظي انه في عنا ستيتمنت عاليه لما بنطلع فيها، بتشوفي الباوتي لبس، بتشوفي الباوتي نوز، حتى بتشوفي زيت الشي بتشن. رح ناخذ وقفه ليلى ونرجع عندها.